عندي نص كيلو من الدقيق، حط عندي معلقه كبيره من الخميره، عندي معلقه كبيره من البيكنج باودر، عندي 2 معلقه كبيره من السكر، وعندي معلقه كبيره ممسوحه بيكنج باودر، معلقه كبيره ممسوحه من الخميره مش مليانه قوي، او ممكن تحط معلقه صغيره بيكنج باودر، معلقه صغيره خميره. تمام، لان ما بياخدش نفس الكميه العاديه من الخميره او من البيكنج باودر. وبعد كده عندي حليب للعجن، عندي شويه ملح، وعندي 2 معلقه زبده طريه. عندي بقى للحشو بقى نفسه، عندي شويه سمنه كده بلدي حلوين، عندي نشا، وبعد كده عندي بالنسبه للحشو اللي انا هحشيه بقى السبانخ مع بصله مع جبنه روكيتا ومع جبنه تشيدر مبشوره مع زيت مع بهار مع جوز الطيب مع ملح مع فلفل اسمر. طيب اول حاجه كده بسم الله الرحمن الرحيم، هنقوم رايحين عندي على الطاسه اللي عندي على النار، وهبدا ان انا احط فيها شويه من زيت الذره الصغيرين، وبعد كده اقوم رايح عندي واخد عندي البصلايه المفرومه عشان نعمل الحشو اللي انا هحشيه، وبعد كده هبدا ان انا اديها تقليبه. مع زيت الذره بعد كده اقوم نازل عندي بالسبانخ، نقدر نحط بقى فراخ، نقدر نحط لحمه مفرومه، يعني الحشو اللي حضرتك عايزاه. لكن افضل حاجه في الدنيا وانت بتاكليها فعلا، انا من عشاق الايه الفطاير بالسبانخ. الحوار الفطاير بالسبانخ ده موضوع تاني خالص، شويه بهارات وجوز الطيب. تمام، وبعد كده عندي شويه من الملح صغيرين، وبعد كده عندي شويه من الفلفل الاسمر، وابدا اخد عندي السبانخ ديت مع البصلايه مع الملح مع الفلفل. لو لقينا مثلا الماده الدهنيه عندي قليله شويه بزود عندي شويه من ايه من زيت الذره. ادي السبانخ اهيت، بنبدا ان احنا نشوحها عندي على النار كويس، وبعد ما تبدا تتشوح هبدا ان انا اخدها عندي في طبق، وابدا ان انا احط عليها الجبنه التشيدر والجبنه الروكيتا بتاعتنا. تمام تمام اهي، ناخد الاثنين مع بعض دول، واروح فين عندي على اللي هنا، حط عندي بسرعه وهي سخنه كده الجبنه، ممكن موتزاريلا برضو، بس لو موتزاريلا ما تحطهاش وهي سخنه. تمام، عشان لو انت سويتي الموتزاريلا قبل كده قلنا مرتين اتنين ايه اللي بيحصل فيها، اللي هي بتشد منك وبتجلد منك. واحط عليها الجبنه التشيدر، وكده الحشو بتاعي ايه يكون جاهز معايا. طيب ايه تاني بقى، نروح عندي على العجينه بتاعتنا بقى اللي احنا هنعجنها نفسها. فابدا احط ايه عندي، ببدا ان انا اجيب عندي الدقيق نص كيلو من الدقيق، ببدا احط عندي الخميره، قلنا اتفقنا معلقه صغيره، خلينا نشرحها لكم. ادي المعلقه اهيت، بصي معلقه صغيره اهيت من الخميره مش كتير، معلقه نفسها بالظبط من البيكنج باودر، وبعد كده عندي معلقتين، ادي واحده، ادي 2 من السكر، بعد كده بحط عندي زبده طريه، ادي 1، ادي 2، وبعد كده ابدا ان انا اشغل عليها العجان واحده واحده شغالين اهو. ونبدا يا فندم ورشه الملح، وبعد كده اجيب عندي شويه من الحليب ونبدا نعجن، واحط عندي شويه من الملح صغيرين عليه. تمام كده، سنة ملح ليمون ونبقى زرعون. طيب بعد كده ببدا ان انا اعجن العجينه ديت لحد ما تبدا اللي هي ايه يعني تلم معايا العجينه، وما تبقاش مفتوحه قوي من العجائن برضو، ما ينفعش تبقى مفتوحه. تمام، خصوصا العجين الفرد، عجين الفرد ما تخلاش تبقى مفتوحه، خصوصا ان اللي هي بتبقى رفيعه قوي، زي مثلا بنعمل عيش ما تبقاش العجينه مفتوحه. كل عجينه لها سنس كده في حته الايه اللي انت تبقي فاتحاها، وحته اللي انت تبقي العجينه تبقى ماسكه شويه. فدي من العجائن اللي انا بفضل هي تبقى ماسكه شويه، ما تبقاش مفتوحه قوي، عشان نعرف نفردها ونشتغل بيها كويس، خصوصا ان فيها زبده. ايه، نخلي العجينه زي ما اتفقنا تكون ماسكه شويه. الحشو جاهز هنا، تعالوا بقى ايه نشوف هنعمل ايه دلوقتي. اعتقد مش محتاج حاجه تاني، حليب.
تعالوا نبص على العجينه بتاعتنا اهي. العجينه كده بقت تمام زي ما اتفقنا، عجينه بتكون يابسه شويه ما تبقاش مفتوحه، ونبدا اللي احنا ايه نفردها عشان هنبدا اللي احنا نقطعها. عندي ناخدها كده واحده واحده ديت ونكورها. تمام، مكويرات متساويه، نعملها كويرات ايه متساويه. تعالوا بقى ايه نشوف عندي النشا. اقوم جايب عندي اول واحده كده ونحط نشا على كل واحده، هنفرد بنشا مش هنفرد بايه بدقيق. واقوم جايب اول واحده كده، انا هوريكي بس اتنين عشان الوقت، عشان هبدا اشتغل على طول في الباقي. العجينه لازم تريح، انا شغال بيها على طول، لكن انت ريحي العجينه بتاعتك وظبطيها حلو كده اهو، وتقومي فارده. وبعد ما تفردي كده العجينه، النشا دي اول حاجه بتورق معايا اي حاجه، اي فطيره، تمام؟ فعشان كده احنا بنفرد بيها. شفتوا البقلاوه لما نيجي نعملها بنحط من كل طبقه وطبقه نشا، هنعمل نفس الكلام كده، هنحط كده نشا ونفرد الثانيه ونبدا نحطها عليها لحد ما تبدا تتكون عندي العشر طبقات اللي انا عملتهم فوق بعض. بعد كده بريحهم عندي في الصاج كده، هم واخدينهم بقى، حطينا العشر طبقات ايه فوق بعضهم. حلو، بصي اهو كل واحده واحده فيها ايه، فيها نشا. لما نيجي نفعلهم كده بص هتلاقيه عامله ازاي، كل واحده هتلاقي منفصله عن الثانيه تماما. اقوم واخدهم كده بقى بعد ما يرتاحوا، يعني بعد ما تفردهم كده يرتاحوا شويه. بص عجاين بالشكل ده تلاقي في ناس تقول لك ياه ده هتاخد وقت كبير وعجاين، بس في الاخر النتيجه بتطلع معاك هايله. يعني جربي انواع دي الفطاير في البيت، وجددي شويه من مطبخك في ايه وتعبي فيه شويه، مفيش مشكله. يعني لو عملنا اكله زي ديت متعبه مثلا في الاسبوع مره، مش متعبه قوي، بس التكنيك بتاعها بس هو اللي يظبط معاك الدنيا. بص تفردي كده بقى اهو، تمام كده اهو، وتقوم واخداها كده الناحيه الثانيه برضو، ونضغط واحده واحده كده، والفرده تكون ايه بصنعه كده عشان تظبط معاك. انا كده خلصت. بص بقى تاخدي طبقه طبقه كده اهي، حلو الكلام، ونبدا بقى ايه نشتغل. ناخد دي واحده واحده كده، نقوم جايبين دي كده هنا في جنب، وابدا اللي انا افرد بقى دي واظبطها عشان نجيب الايه الحشو ونبدا نشتغل. هجيب عندي بقى فرشه، بسم الله الرحمن الرحيم، واقوم جايب معلقتين سمنه بلدي، حلو، ونقوم دهنين دي كده كل واحده كده، اقوم دهنينها كده كويس، ونقوم شايلين دي كده على ايدينا، حلو، وناخد حشوه نحطها هنا، السبانخ مع الجبنه الفطيره اهي. نجيب تاني واحده، بسم الله الرحمن الرحيم، واحط عندي الحشو نص، نقوم شايلينها كده اهي، حلو الكلام. وبص ايه نعملها كده اهو، نلم نلم وبعد ما نلمها كويس جدا نطبق كده اهي. بص بتقوم عامله كده بالشكل ده، تمام. وبعد كده بنقوم ايه لافين لفه كده اهي، نلف نلف نلف، ونقوم واخدين الزيادات دي كلها منزلينها تحت اهي، تمام تمام، بتوقع عندك بالشكل اللي حضرتك كده شايفاه، ونقوم واخدينها وحطينا هنا. وبعد كده بنقوم دهنين عندنا سمنه بلدي عليها من فوق، اصغر شويه القطر عشان اعرف بس ان انا اشتغل في اللف الحاجه دي اهو، هقلل القطر ده كده شويه، هشيل عندي الحروف ديت، تمام كده كده. حتى الاطراف دي بتبقى سميكه شويه فبشيلها خالص، بستغنى عنها، وبشيل كل واحده كده احطها هنا اهي. حط عندي سمنه، ايوه يلا بينا، احنا خلصنا اهوت، هعمل واحده كمان وهنطلع فاصل عشان، وابدا اجيب عندي المعلقه بتاعتنا كده او الحشو بتاعنا، اجيبه بايدي كده ونحطه هنا في النص، السبانخ مع الجبنه روكيتا مع الجبنه الشيدر، حلو الكلام. ونقوم واخدين دي حطينا هنا في ايدينا في النص كده، ونبدا نلمها كده
اهي بصي بنحطها كده فوق بعض ونقوم لافين اللفه ديت كده اهي بايدينا، وبعد كده بعد ما نلف بنقفلها نلم الزيادات دي كلها ننزلها تحت الحشو نفسه. تمام، بص الشكل الجميل بتاعها. تمام كده اهو، نقوم واخدينها حاطينها عندنا في الصاج. يا مدام هاله. الو، مساء الخير يا شيف محمد. مساء النور يا فندم. بقول لك، انت اللبن اللي انت حطيته دلوقتي في العجينه ساقع ولا دافي؟ لا عادي، لبن عادي جدا. يعني انا حطاه في الثلاجه عادي، استخدم من الثلاجه. الثلاجه على طول تشتغل على طول على العجن، مفيهوش اي حاجه. طيب الحاجه الثانيه، ممكن بدل سمنه احط الزبده؟ ممكن زبده طبعا، طبعا، بس السمنه السمنه بتورق العجينه افضل من ايه؟ السمنه معنشه بتورق العجينه افضل من الزبده. بس دي الفكره. انت عايزه تشتغلي بزبده اشتغلي بزبده عادي، مش يعني مش هيحصل حاجه. اوكي تمام؟ اوكي ماشي يا فندم. اللي هو البركة التركي بعد ما سقيناه سمنه من فوق كده وظبطناه شكله حلو قوي، ونقدر نعمله باكثر من كذا حشوه، والفكره بتاعته بسيطه جدا وسهله. على درجه حراره 180 نبدا نسوي الكلام ده كله. هيبدا بقى طبعا يورق معايا، لان انا الفرده الاخيره اللي انا فردتها له ديت وبدانا ان احنا نلمه ونبدا نكوره، ده يبقى ده يعمل لي معايا حوار جدا حلو في التوريق نفسه بتاع العجينه. هنا الفطيره الجامده جدا بتاعتنا اللي احنا بنعملها اهيت، اللون بتاعها بدا ياخد اللون الذهبي ومش هتاخد تسويه كتير. تمام اهي، اتنين تلاتة. طب ايه رأيكم نعمل حاجة تانية؟ نقوم جايبين عندي بقدونس ونفرم عندي فرم ناعم الحاجة، وبعد ما نفرم الحاجة فرم ناعم الحاجة كويس جدا نقوم حاطينها في الطبق كده اهو، فردينها في الطبق اهو، فردي في الطبق كويس قوي. وبعد ما فردنا كده في الطبق نقوم واخدين حاجه كده ما شاء الله خفيفه جدا الفطيره ديت. طيب ما تيجي نقسم واحده كده يا عم حمدي كده ونبص عليها واحنا شغالين. هنقسم واحده ونشوف الحشو بتاعنا اهي، دي فيها حشو، الحشو ديت ما شاء الله هي بصي مورقه ازاي بقى من جوه، عايزك تشوف التوريقه بتاعته والسبانخ والجبنه الروكيتا نفسها والشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. بص التوريقه نفسها من جوه عامله ازاي، اصلا انا فاردها بالنشا واخده سمنه وكله تمام.